تفقد محافظ شمال سيناء خالد مجاور مركز الخدمات والتجمع التنموي بقرية النثيلة بقسم نخل بالمحافظة، وذلك في إطار توجهات الدولة لتوفير كل الإمكانيات لتحقيق التنمية الزراعية الشاملة بسيناء ورفع قدرات صغار المزارعين والمستثمرين بما يخدم فلسفة التنمية المستدامة في سيناء. في إطار توجهات الدولة المصرية بتوفير كافة الإمكانات لتحقيق التنمية الزراعية الشاملة بسيناء، جاءت الزيارة التفقدية لمركز الخدمات والتجمع التنموي بقرية النثيلة بقسم النخل بمحافظة شمال سيناء بهدف رفع قدرات صغار المزارعين والمستثمرين. طبعا هو المياه الجوفية ما بنعملش أي حفر البير إلا بعد حسابات لكمية المياه المتوفرة وإيه اللي مطلوب وعدد الأبار، وبنبتدي بناء عليها نقول تصرف كل بير كام، فكل شيء بيبقى بناء على حسابات من قطاع مياه الجوفيه في وزاره الموارد المياه والري. الرؤيه الواضحه والثاقبه لفخامه رئيس الجمهوريه في اضافه اقتصاد وطني ناهينا في سيناء دي حاجه مهمه جدا. احنا شايفين ان السيدات الصينويات بمشاريعهم متناهيه الصغر، شايفين الصغار المستثمرين النهارده اللي بقى عنده 5 فدادين ابتدى يزرع وابتدى ينتج. عشان نغير شكل المنطقة يبقى اقتصاد. ماذا يعني اقتصاد؟ رقم واحد شبكة طرق قوية جدا، منافس برية وبحرية وجوية، وده ده ده حاليا موجود، ثم الاهتمام بكل القطاعات. أحد القطاعات اللي احنا بنظهرها النهاردة متمثلة في السيد وزير الزراعة، الشغل الميداني في شوط كبير جدا اتعمل حقيقي لم يحدث منذ سنوات طويلة جدا جدا. معامل التحاليل بمركز خدمات النثيلة تعد التجربة الأولى في عمل تحاليل كاملة لكافة عينات التربة بمعامل سيناء واتباع أعلى معايير الجودة للخروج بأفضل النتائج للمساعدة في إنتاج الشتلات واللقاحات الحيوية وحفر الأبار بالمناطق الصحراوية. بداية في مشروعات الاستصلاح الزراعي مهم جدا ان انا احلل مياه الري اللي انا بروي بيها وايه المشاكل اللي ممكن تقابلني من ملوحه من عناصر ثقيله ممكن تضر الارض والنبات اللي بيتزرع منه. فالمعامل دي هي معامل خاصه بتحليل ودراسات تفصيليه قطعه الارض اللي هي 5 افدنه على نطاق ال5 افدنه لكل مزارع موجود عندنا في التجمعات. اختيار أراضي التجمعات الزراعية بمركز النثيلة يأتي وفق العديد من المحددات، أهمها أن تكون قطع الأراضي المستهدفة خالية تماما من أي معوقات تحول من الإنتاج الكامل ومؤهلة للإنتاج الزراعي،